ديت المحاضرة 13 في مكرر أغذية نباتات المصدر، والمحاضرة التانية في الديتس البلح. هنتكلم الأسبوع اللي فات دي كانت مقدمة بنتكلم فيها عن الاستهلاك الإعلامي وإنتاج البلح وأصنافه وكده. هنبدأ نتكلم على الفيزيكال كاركترستكس أند كيميكال كومبوزيشن أوف ديت أند بالم فروتس، الخواص الطبيعية والكيميائية لبلح النخيل. والنهاردة هنتكلم على الخواص الطبيعية وال المورفولوجيكال كاركترستيك، الشكل بتاعه المورفولوجي، وبعد كده هنتكلم على بعض الخواص الطبيعيه زي البي اتش والاسيديتي. وهنتكلم النهارده على اثنين من الكيميكال كومبوزيشن اللي هو الموتشر كونتنت والكربوهيدرات، ونكمل بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله بقيه الكيميكال كومبوزيشن. الايدابل ديتس دي ثرو فور ديستينكت ستيج اوف ريبيننج تيرم، بيقول لك ان التمر او البلح النخيل او ثمرة النخيل بتمر بايه؟ باربع مراحل. المرحلة الاولانية هي الاسامي، المشكلة في ايه؟ موضوع البلح او التمر. ان في اربع مراحل بيتم من خلالهم نمو الثمرة بتاعت البلح الفروت عشان توصل لمرحلة اللي اول مرحلة اللي هي الصيص، بعد كده البلح، بعد كده الرطب، وبعد كده التمر. الصيص ده بيبقى immature green، بتبقى هي ثمره خضراء وغير نضج، ودي ملهاش الا استخدام واحد بس، ايه هي؟ ان هي تعمل مخلل. وفي البلح ده الماتيور فول كلر، ديت اول ما الثمره اللون الاخضر يختفي، واللون الاخضر لما بيختفي ممكن تتلون اكتر من لون، على فكره ممكن تلون بلون احمر، ممكن بلون درجات اللون الاصفر المختلفه، ودي بيسموها الماتيور فول كلر. بعد كده مرحله الرطب، ودي بتتميز ان النسيج بتاعها بيكون ايه؟ سوفت. مرحله التمر دي بتتميز ان النسيج بتاعها بيكون هارد صلب، وبيبقى شبه بالظبط الزبيب في القوام بتاعه. The dates could be consumed as fresh fruit، احنا ممكن نستهلك الرطب في سواء في مرحله البلح او الرطب او في مرحله التمر. طبعا مرحله البلح والرطب ده لو انت لازم تحفظه في الثلاجه، ولو فضل بره الثلاجه بيفسد. انما التمر مثل ان هو ايه؟ ان هو الاستابيليتي بتاعته عاليه وممكن يقعد فتره طويله. Or maybe processed into، أو ممكن البلح يتم استخدامه في صور المنتجات بتاعته اللي احنا اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات، زي العجوة، زي البودرة المجففة، أو بيستخدم في تصنيع العديد من منتجات المخبوزات. The largest consumption of dates is at tamar stage، عادة الاستهلاك الأكبر من التمور بيتم وهي في مرحلة الإيه؟ من البلح، من ثمار البلح، وهي في مرحله التمور. ليه؟ لان التمور تخزينها اسهل، الاستابيليتي بتاعتها عاليه، بتقاوم النمو والكائنات الحيه الدقيقه ونمو الفطريات ونمو، كذلك يسهل ان انا اخزنها. تيبيكالي ديت فريش از اتامر ستيج كونتين، بيقول لك ان الانسجه بتاعت التمر بتحتوي على من 7 ل 83 جرام او في المية رطوبة، ونسبة السكريات فيها بتبقى من 44 ل 88 في المية، ونسبة الدهون فيها منخفضة جدا من 1.3 ل 3 من 10، والبروتين من 1.5 ل 5.4 من 10، وفيها داتا لفايبر من 6 لغاية 11. بيقول لك ان التركيبة ديت وفيها بعض المينرال والفيتامينز زي فيتامين سي وبي 1 و 2 و 5 و 9 و 12 وفيتامين اي والهيدروفلافين والنياسين، وفيها بعض الفينول الكومباوند. دي نظره سريعه كده على تركيب الجاي التمر. This composition can be strongly influenced by variety and degree of ribbons. اكثر حاجتين بيأثروا في تركيب ثمار البلح، اول حاجه النوع، بيختلف من ايه؟ من ثمره لاخرى. الحاجه الثانيه درجة النضج، ولذلك هتلاقي تركيب البلح مختلف عن تركيب الرطب، مختلف عن تركيب التمور. The physical and compositional characteristic of date fruits is of prime importance. التركيب الكيماوي والطبيعي لثمار البلح مهم جدا، لان هي ديت اللي بتحدد جودة البلح، عبارة عن ايه؟ درجة النضج،
فتره الصلاحيه بتاعته هيبقى شكلها ايه. On other hand, the chemical composition, التركيب الكيميائي relates to nutritional significance and health benefits. وكذلك التركيب الكيميائي ده في بعض المركبات اللي هيبقى ليها تأثيرات صحية كويسة موجودة. أول حاجة تعالى نتكلم على المورفولوجيكال كاركترستكس. إيه هو الشكل التركيب التشريحي؟ الثمرة بتاعت البلح بتتكون من حاجتين أساسيتين. إيه هما؟ طبعا ديت بالم فروتس بيري. بيري دي يعني ايه؟ بيري ثمار لوبية. اي ثمرة تتكون من لحم ونواة بدون عليها ايه؟ بيري. وده ينطبق على كثير من الثمار زي الخوخ، زي البرقوق، زي المشمش، زي المانجا. كل دي ثمار بدون عليها ايه؟ بيري. ثمار ايه؟ لوبية. consisting of حاجتين بريكر وسيد. البريكر ده اللي احنا بن ايه؟ بناكله. والسيد البذر. يبقى البريكر والبريكر بيتكون من ايه؟ البريكر بيمثل تقريبا من 85 ل 90% من البلحه، والبذره بتمثل الباقي. البريكر بيتكون من ثلاث اجزاء. ايه هما؟ الايبيكار، وده الجلد او القشره بتاعه البلح. تمام. الايبيكار ده اللي هو القشره، فين القشره بتاعه البلح. وبعد كده الميزوكار ده اللي هو الايه؟ اللحم. و الاندوكارب بقى، الاندوكارب هو ايه؟ اي بلحة لما بتفتحها الجزء المبطن من البذرة البيضاء بيبقى لونه ايه؟ ابيض. الابيض ده هو ايه؟ هو ده الاندوكارب. يبقى البلحة البريكارب بيتكون من كام جزء؟ من ثلاث اجزاء. يبقى قلنا البريكار بيتكون من كام جزء؟ ثلاثة أجزاء، ميزوكار وإيبيكار وإندوكار. وعرفتوا كل واحد فيهم عبارة عن إيه؟ تمام؟ significant difference in weight, length, widths are observed among the varieties. البلح من الثمار اللي بتتفاوت قوي في شكلها وتركيبها وطعمها ما بين الايه؟ ما بين الاصناف. ولذلك لما بتيجي تروح تشتري البلح بتلاقي الراجل عارض يجي سبع ثمان اصناف جنب بعض، وده بسعر وده بسعر وده بسعر وهكذا. The weight of individual fruits، وزن الحبايه بيتراوح من 4 جرام ل 10 جرام، يعني اكثر من مرتين ونص. ال 4 جرام ده الاصناف اللي هي الرخيصه، وال 10 جرام في صنف اسمه ديجلات نور. صنف الديجلات ده هو بيعتبر اللي هي الحبايه الطويله دي. ده بيعتبر ايه؟ اعلى من اعلى الاصناف في التمور او في الملح. ذا لينس رينج، والطول بيتراوح من 28.5 ملم يوصل لغايه 60 ملم، وبرضه ده الاصناف الطويله اللي هو الديجلات. تمام؟ والويتس بيتراوح من 16 ل 23 للبرحي. البرحي ده بيتزرع في السعوديه. مورفولوجيكال كاركترستكس اوف ديتس. الجدول ده بيوضح اصناف البلح المختلفه اهي، وكل واحده طولها قد ايه؟ عرضها قد ايه؟ ووزن الحبايه الواحده. تمام؟ تعالى بعد كده نبدا نتكلم على الخواص الطبيعيه لثمار النخيل. اول حاجه البي اتش، الحموضه. البي اتش اوف ديتس از سلايتلي اسيدك. الفواكه بشكل عام بتبقى وهي غلطه الحموضه فيها بتكون ايه؟ عاليه، والبي اتش منخفض. كل ما يزداد نضجها تبدا الاحمار تقل والسكر يزيد، فايه اللي يحصل للحموضه؟ للبي اتش
يبدا يزيد. فالبي اتش اوف ديتس ان سلايتلي اسيدك، يعني بيقول لك ان البي اتش للنخيل حامضي خفيف وبيتراوح البي اتش من 5 ل 6. This pH range is not favorable for bacterial growth. التمور من الحاجات اللي ما بتفسدش بسهولة. انخفاض البي اتش عن من 6 ونازل بيخلي التمر مش بسهولة ان كل الكائنات الحية الدقيقة تنمو فيه. However, it's favorable for mold growth. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنمو عليها هي ايه؟ الخمائر. For the preservation. وكذلك بيقول لك ان البي اتش ده مناسب قوي للحفاظ على محتواها من الفيتامين زي فيتامين بي 1 وبي 2 و5 و9 وبي 12 ان الفيتامينات ديت ما تتكسرش. يبقى ايه اللي بيحصل للبي اتش بتطور رطب ثمار النخيل؟ بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. والحموضه بتقل. The pH of dates increased from أصناف البلح نفسها بتتغير فيها التمور. درجة الـ pH بتتغير من صنف لصنف، هتلاقي الدجلات نور الـ pH بتاعه 5 وده معناه إن فترة الصلاحية بتاعته هتبقى كويسة. وأصناف تانية زي الكيميري ده الـ pH بتاعه 6.2 وده في مرحلة الايه الطمر. الاسيديتي كلام هيبقى عكس كلام البي اتش. ديتس هاف ان جنرال لو اسيديتي فيرينج بتوين، بيقول لك ان عادة التمور منخفضة في الحموضة. طب لو جبت تمر لقيت فيه حموضة عالية ده ممكن يبقى مرتبط بفساد. والحموضة بتتراوح من 2 ل 6 جرام لكل كيلو جرام اوف فريش ديتس. طب الحموضة دي جاية منين؟ الأحماض العضوية. إيه هي الأحماض العضوية السائدة في ثمار النخيل؟ الملك والأسيد، هما دول التو مين أورجانيك أسيدز اللي موجودين في ثمار النخيل خاصة في صنف الدجلات. These organic acids hinder the growth of microorganisms. وجود هذه الأحماض بيقلل ويجعل الوصف غير مناسب لنمو كثير من الكائنات الحية الدقيقة اللي ممكن تسبب فساد الإيه؟ الثمار. ومعنى ان انت تلاقي الحموضه اعلى من كده ده معناه ان حصل تخمر للسكر وانتج حموضه. تعالى بقى نتكلم على الموتشر كونتنت، محتوى ثمار النخيل من الرطوبه. The moisture content of dates at tamar stage varies between من 7 ل 38، يعني بيقول لك ان محتوى التمور اللي هي المرحله الاخيره من النضج ممكن يقل لغايه ما يوصل لكام؟ ل 7%. The moisture content of mature dates is very important to their stability during storage. بيقول لك ان اكثر حاجه تقول ان التمر ده فتره الصلاحيه بتاعته هتبقى طويله ولا قصيره هي المتشر ايه؟ كونتنت. طيب اما بنيجي نقيس الموتشر كونتنت اللي نتكلم على فتره الصلاحيه ما بنعتمدش قوي على الموتشر كونتنت ولكن بنعتمد على حاجه ثانيه اسمها الووتر اكتيفيتي. عارفين يعني ايه ووتر اكتيفيتي؟ يعني ايه؟ يعني ايه بقى؟ كمية المية اللي ايه؟ المية اللي موجودة ها؟ ايوه بالظبط كده. في ماء متاح لنشاط الكائنات الحية الدقيقة اللي هو ماء حر، وفي ماء مرتبط غير متاح لنشاط الكائنات الحية الدقيقة. الووتر اكتيفيتي بتعبر عن نسبة الماء الحر. كل ما تكون كمية الووتر اكتيفيتي عالية ده معناه ان المية اللي موجودة المتاحة لنشاط الكائنات الحية الدقيقة بتكون أكتر. ولذلك ممكن تلاقي المحتوى الرطوبي مرتفع ولكن المياه اللي موجوده كلها ايه؟ مرتبطه. هتلاقي النشاط المائي منخفض وبالتالي ما يحصلش الفساد. بيقول لك ان الاغذيه بشكل عام لو الوتر اكتيفيتي بتاعتها اقل عن 6 من 10 بنسميها ستيبل فود، الاغذيه الثابته. وهذا النوع من الاغذيه ما بحتاجش ان انا احطه في الثلاجه وبيبقى غير مهدد بالفساد عن طريق الكائنات الحاده.
الجدول ده بيوضح البروكسيميت كيميكال كومبوزيشن بتاع الاصناف المختلفه من التمور، من جايب لك فيها الموتشر كونتنت والبروتين كونتنت والليبل والاش والسكريات كجزء من السكريات اللي هي الكربوهيدرات، تمام. وده طبعا متأثر على اساس وزن ايه رطب، مش على اساس وزن جامد. طبعا الجدول ده بيبقى مهم امتى؟ لما تيجي تشوف اصناف، عايز تعرف الاصناف اعلى الاصناف في السكريات ايه وايه اقل الاصناف في السكريات وهكذا. طبعا واضح من الجدول ده ان التمور بشكل اساسي بتتكون من الايه؟ من الكربوهيدرات، هي ديت المكون الاساسي بتاع التمور. وهنعرف دلوقتي ان الفركتوز والجلوكوز هم المكون الاساسي للسكر بتاع التمور. This critical value is achieved by removing water from the fresh fruit. يقول لك ان عملية تجفيف الثمرة دي مهمة جدا، وهي دي بتدي للثمرة فترة صلاحية وفترة حفظ طويلة. The relationship between water activity and moisture content are. في دايما حاجة احنا بنقول عليها العلاقة اللي بتربط ما بين كانت هنا فكانت كده، هذا الوتر كونتنت، وكانت هنا زادت اهي، فبيحصل زياده كبيره قوي في الوتر كونتنت وقصادها زياده صغيره في الوتر اكتيفيتي، صح؟ مش ده اللي حصل؟ المواد اللي بتسلك هذا السلوك بنقول عليها انتي كيكينج ايجنت، المواد المضاده للتكتل، وديت زي السيليكات، وديت عادة بتضاف لعدد من الأغذية اللي أنا بخاف إن هي إيه؟ تتكتل. تيجي تبص على مواد تانية بقى، أي زيادة بسيطة اللي هو الكيرف التالت ده، أي زيادة بسيطة في الوتر كونتنت إيه اللي ينتج عنها في الوتر أكتيفيتي؟ زيادة كبيرة أوي في الوتر أكتيفيتي، وديت هي المواد اللي بيخش فيها إيه؟ السكر. ولذلك التمور هي نفس القصه دي، ان هي نظرا لوجود فيها السكر بتبقى النشاط المائي بيتغير تغير كبير بالايه؟ بالمحتوى الرطوبي.
The type of sugar present also play a role in reduction of other activity. قدرة السكريات بتختلف في قدرتها على ربط المية. فأكثر السكريات قدرة على خفض النشاط المائي هو الفركتوز. بيقول لك إن حسب نوع السكر اللي موجود ده هيأثر على الووتر اكتيفيتي. فركتوز هاز اير ووتر اكتيفيتي ريدكشن كيمستري ذان سكروز. قدرة الفركتوز إن هو يقلل النشاط المائي بتاع الثمار النخيل أكثر من قدرة السكروز. And glucose due to high water holding chemistry. وبالتالي هنيجي بعد شوية نلاقي إن السكر اللي موجود في التمر مش موجود في سكر السكروز. ده هو بيبقى جلوكوز وفركتوز. وكل لما الثمرة تتقدم في النضج السكروز يتحلل ويدينا جلوكوز وفركتوز. وجود الفركتوز بمفرده بيعمل إيه في النشاط المائي؟ يقلله فيزود من فترة الصلاحية. The moisture content of dates contribute its texture through interaction with carbohydrate and lesser content with protein levels and so on. كذلك فإن محتوى الرطوبي بيأثر كتير أو على القوام. تلاقي فيه ثمار قوامها طري وثمار قوامها ناشف. ده بيتوقف حسب المحتوى الرطوبي. In general, the moisture content is used to classify dates. بتقسم الثمار النخيل حسب محتواها الرطوبي إلى ثلاثة أقسام: صنف dry وصنف soft وصنف semi soft. وهذا الأصناف المختلفة اللي تحت كل صنف. السوفت هتلاقي زي البلحي والحلاوي والسيمي سوفت والسيمي دراي زي الديجلات نور. ولذلك ميزة صنف الديجلات نور وطبعا الصنف السوفت ده حفظه بيبقى صعب لانه بيعجل. الدراي بيبقى عايز اسنان بيبقى مزعج في المنطقة بيبقى ناشف. فهو السيمي سوفت هو ايه؟ هو احسن. كربوهيدرات اند شوجر بروفايل. تعالى بقى نتكلم على محتوى الثمار بتاعت النخيل من الكربوهيدرات والسكر. بالميت از ريتش سورس اوف كربوهيدرات. تعتبر ثمار النخيل مصدر جيد جدا لمين؟ انما ما تعتبرش لا مصدر كويس لا للبروتين ولا للدهون. موست اوف ويتش از ان فور سمبل شوجر. كانت الحبوب والبخوليات كانت بتبقى مصدر كويس لايه؟ للكومبلكس كربوهيدرات او البولي سكرايد السكريات العديدة. انما التمور الثمار النخيل مصدر كويس للايه؟ للسمبل شوجر. فبيقول لك كل 100 جرام يعني الحصة الواحدة من ثمار النخيل تبقى تقريبا 100 جرام. فيها كم جرام كربوهيدرات؟ 75. ال 75 جرام كربوهيدرات اللي بنحصل عليهم من 100 جرام من ثمار النخيل دول بيمثلوا 18% من الدايلي فاليو اوف كربوهيدرات، من كميه الكربوهيدرات اللي انت محتاجها. يعني بيقول لك ان الحصه الواحده من التمور فيها كربوهيدرات خمس الكربوهيدرات اللي انت محتاجها. About 85% of total carbohydrate in dates is present in the form of simple sugar. لكن 85% من الكربوهيدرات اللي موجوده في ثمار النخيل موجوده في صوره والباقي الياف. The sugar content of dead fruits of a particular variety might vary very significantly with cultivar soil cultivate condition. محتوى الثمار النخيل من السكر او الكربوهيدرات بيختلف حسب ايه؟ الصنف، التربة، الظروف الجوية، وكمان فروت ماتيوريتي، درجة النضج. يعني زي ما هنقول دلوقتي عند كل درجة من النضج محتواها من الكربوهيدرات بيختلف. The red sugar contains ثمار النخيل أو سكريات ثمار النخيل بتحتوي على إيه؟ على الجلوكوز والفركتوز والسكروز. Although the presence of sucrose is minimal والسكروز بيكون أقلهم. وكل لما يستمر الثمار في النضج اكتر اللي يحصل السكروز يقل والفركتوز والجلوكوز يزيد.
The characterization of dates chemical composition changed at different stage of maturation. Dates in ribbon and forest. طبعا احنا عارفين ان الثمار بتاعت النخيل بتمر باربع مراحل، صيص وديت الحاله الغير مضجه الخضراء، والبلح وده الصوره الملونه اللي ممكن يبقى لونه اصفر او احمر، والرطب ودي بتتميز ان هي بتبقى طريه، والتمر بتتميز ان هي تكون ناشفه. جلوكوز اند فركتوز انكريز جرادولي ويز فورم ان فور ديستنت ستيج ريبنينج فروم كيميلي، من الصيص لغايه الرطب. بيقول لك ان نسبه السكروز والفركتوز بتختلف باختلاف مرحله النضج. الجدول ده ظريف قوي بقى، جايب لك الاصناف المختلفه ونسبه السكريات الكليه ونسبه الجلوكوز والفركتوز والسكروز ونسبه الجلوكوز الى الفركتوز في مراحل النضج المختلفه. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان اولا السكروز ايه اللي بيحصل له؟ بيقل، تمام؟ بيبقى موجود في البداية في المرحلة الأولانية وبعد كده بيقل، والفركتوز بيزيد، وده كله بيخلي الثمار لما بتوصل لمرحلة الرطب الوتر اكتيفيتي بتاعتها بتكون منخفضة وفترة الصلاحية بتاعتها بتكون أعلى. The fruit becomes sugar rich after بيكون سكرية أكتر بعد مرحلة الصيص. والتمر ستيج ذا فروت شو اشار انكريز ان سكروز كونتنت اند ديريفيتيف دروب ان ووتشر كونتنت، بيزيد محتواها من السكريات وبيقل محتواها من الرطوبه. Also سكروز كونتنت اكسيد جلوكوز اند فركتوز كونتنت ان ذا فيرست بروسو ستيج، بيكون محتوى السكر في الاول عالي وبعد كده ايه اللي يحصل؟ يبدا السكروز كونفيرت اونتو مونوساكرايز، يحصل له تحلل وينتج جلوكوز وينتج فركتوز لغايه لما يبدا تركيز السكر يقل 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 لغايه لما يوصل لرقم بسيط جدا. It is to be noted that sugar conversion rate depends on temperature and relative humidity of storage. يقول لك كمان ان تحول السكر السكروز الى جلوكوز وفركتوز بيعتمد على درجه الحراره والرطوبه النسبيه، ولذلك التمور طعمها بيختلف من بلد لبلد. يعني نفس الصمت الزراعه هنا تلاقي طعم مختلف عن مصر، تلاقي طعم مختلف عن السعوديه، حسب درجه حراره المكان وحسب الرطوبه بتاعت الجو. ديتس باودرز كونتين ايزلي ماجستبل شوجر، بيقول لك ان نسبه السكريات اللي موجوده بتمثل القابله للهضم السكريات البسيطة 70%، والباقي موجود في صورة ايه؟ فايبر. والفايبر نسبة الفايبر في البلح أكتر من نسبة الفايبر في كثير من الفواكه الأخرى. ديتس أر جود سورس أوف داتا للفايبر، تعتبر ثمار النخيل مصدر كويس لإيه؟ طب داتا الفايبر اللي موجودة هنا سوليبل ولا إن سوليبل؟ مني ذا انسولبل ماتيريال، يعني وبتمثل نسبتها بتوصل لغايه 10% اوف ديت فليش ديبندنج اون فرايتي، بتتراوح من 6 ل 10 ل 11 حسب النوع درجه النضج وجروس لوكيشن وحسب المكان اند ذا ميثود اوف اناليسيز الطريقه اللي بيستخدموها في التقديم. وهنا هيبدا يذكر لك محتوى الاصناف المختلفه من الانيال. الكلام في الارقام دي تكون مش غالية، بس انت لو ضيف بعد كده تشتغل على صنف معين هتبقى بالنسبه لك الحاجات دي مهمه. هتيجي تبص على صنف يعني هنا بيوصل لغايه 8% في المشلول اهو، انا هتلاقي في بعض الاصناف بتوصل لغايه 12. ديتس اند زير باي برودكت سيرفز از جود سورس اوف داتري فايبر، بيقول لك ان حتى العجوه والحاجات دي مصدر كويس ليه؟ خاصه في بعض الناس بتعمل العجوه بالبذور بتاعتها، الخمار بذاتها. كده احنا خلصنا.